السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلبتنا طلبة المرحلة الخامسة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير، نسأل الله تعالى أن يزيل هذا المرض وهذا الوباء عن بلدنا وعن كل بلدان العالم، وأن يحفظنا ويحفظكم، ويعود مرة ثانية الدوام إلى كليتنا وجامعتنا، والله يوفقكم تتخرجون ونشوفكم أطباء أسنان. Today we will continue with our medical ethics. We started before the mid-year, before قبل نصف السنة عطينا محاضرة عن medical ethics, which are we took at that time the beneficence and non-maleficence. اليوم نكمل مع other principles. Which is autonomy, والجستس وفيراسيتي. نبدي مع البرنسبل autonomy. كما موضح في صفحة رقم 2, autonomy means is the principle that embraces respect for the persons and the ability to be self-governing and self-directing. موضوع الأوتونومي التعبير عنه بالعربي هي الذاتية، وهو احترام ذاتية البيشنت، وتطيله نوع من الصلاحية إنه يكون هو صاحب القرار. يعني نعم أنت you have to give for the patient your medical and the technical advice، لكن يظل المراجع هو صاحب كلمة الفصل بالقرار، إنه يقول لك yes start the treatment or no if there is any other modifications or no don't do it. So an autonomous person chooses thoughts and actions relevant to his or her needs independent from the will of the others. هذا التعريف تعريف أنه الشخص يكون ذاتي القرار اعتماداً على الباكجراوند مالته، اعتماداً على الأفكار اللي هو متبنيها، اعتماداً على الكوست قابليات الاقتصادية شون يتقبل هذا العلاج أو لا. احنا طبعاً نتكلم ضمن الفيلد أوف دنتستري أور ميديسن، وبالتالي هو حي يصدر القرار بما يتلائم مع وضعه الخاص. So that's why أنت عليك أنه تعرض وسائل العلاج، تعرض عليه تكاليف العلاج، هاي نقطة مهمة جدا، تعرض عليه مدة العلاج، تعرض عليه شنو الممكن العواقب اللي تصير نتيجة عدم العلاج ونتيجة العلاج أيضا، حتى يوصل المراجع ويقرر قراره النهائي. In healthcare, autonomy gives rise to the concept of permitting individuals to make decisions about their own health. أهم فقرة إنه قرار العلاج يكون مشترك ما بين الطبيب والمريض، والمريض هو صاحب كلمة الفصل بالنهاية. So in healthcare autonomy gives rise to the concept of permitting the individuals or persons or patients to make decisions about their own health, which is the heart of many ethical dilemmas that occur in dentistry. All healthcare professionals, وهاي في صفحة 3, all healthcare professionals must respect the autonomy of patients and properly inform them about all aspects of the diagnosis, prognosis, and the care being provided. هاي نقطة مهمة إنه أنت توضح له كل شيء للمراجع ما يتعلق بهذا العلاج. وهنا هي النقطة المهمة، إنه أحياناً عملية عرض الآراء أو عرض الحلول للبيشنت
هي هنا مكمن الخطورة. أحيانا مثلا يجي لك patient بالنسبة لنا إحنا مثلا the case is indicated for fixed bridges, removal, removable dentures or even implant. فأنت مثلا بس تعرض له تقول له لك حق تسوي fixed bridges and أو implant, ما تعرض removable appliance. هذا من حق المراجع عليك إنه أنت تعرض له all the optional treatment, the options of treatment clearly, توضح له إنه أنت تحتاج هيجي هالطريقة removable appliance نقدر نسوي لك, أو نقدر نسوي لك fixed bridge, أو نسوي لك implant. وإلا أنت بالحالة تجاوزت على ذاتية أو شخصية المراجع وحاولت إنه تجيب المراجع إلى رأيك أنت. عليك أن تعرض له كل الحلول, ولا بأس ورما تعرض كل الحلول وكل أنواع التريتمنت أن تقول للمراجع which is preferable by you, which is أنت شنو أنت اللي تفضله, لا بأس هذا الشيء. لكن أنه أنت بس توجهه وتقول له لازم هالطريقة هاي تسويها دون أن تعرض الطرق الأخرى, هذا حيكون نوع من التجاوز على ذاتية المراجع. So, لازلنا في صفحة 3, أنه the application of autonomy is based on respect of persons, هي عملية احترام للمقابل للإنسان مقابلك, which holds that the healthcare professional has a duty to allow patients to make their decisions about actions that will affect their bodies. الإنسان ما يملك غير جسمه وصحته, فهو من حقه عليك كأوبريتر كميديكال ستاف إنه تعرض له كل شيء وتحترم آراءه وتقدر ليش هو يعطي هاي الآراء. ما لم تكن هذه الآراء هي بمداخلة التكنيكال ways of your work. أنت هناك فرق بين إنه أنت تخلي المراجع كأنه يتدخل بطرق الفنية للعلاج, وفرق بين أنه أنت المراجع تعرض له طرق العلاجات. يعني مثلا نشوف ويا ناس أطباء أسنان هاي تشوفوه إن شاء الله بعياداتكم, أحيانا يخلي المراجع يباوع على الأشعة مالته, وهو المراجع هو ما يفتهم شنو الأشعة. مثلا يقول له هاي راديولوسنسي, ويقول له هاي راديو أوباسيتي, وهو المراجع ما يفتهم شنو راديولوسنسي وشنو راديو أوباسيتي, فيدخله بقضايا فنية هو خطي المراجع ما يعرفها. هاي الأمور ما ينبغي أن ندخل بها المراجع, لكن ينبغي علينا أن نعرض له كل طرق العلاجات المتاحة لعلاج حالته المرضية. في صفحة 4, for example, refusing a patient's request to extract all his healthy teeth would be ethical even though that the decision would conflict with the patient's autonomy. انت احيانا يجيك مراجع يقول لك دكتور اقلع لي اياه, لكن انت from a technical point of view and from medical point of view your decision is that you have not to do extraction for such teeth. هذا القرار هو قرار يعتبر عين الأخلاق وعين الأخلاق مهنية العمل اللي تقدمه للمراجع, وبالتالي هنا أنت عرضت الحلول الأخرى, تقول له مثلا ممكن هذا تسوي له حشوة, تسوي له حشوة جذر, لكن أن تقلعه هذا ضد مصلحتك وضد فائدتك الصحية. So the dentist and hygienist will avoid doing harm to patient even if the patient is exercising autonomy by asking to receive a potentially harmful treatment or service. هذا هو جواب الموقف اللي يتعرض له طبيب الأسنان, إنه يقول اقلع لي سني, أنت تقول له لا أنا ما أقلع يجي أسنان, هذا السن من الممكن يتعالج, يتسوى له حشوة بسيطة, قد يحتاج لإندو endodontic treatment, وهذا العلاج يكون فعال جدا لهيجي حالات.
في صفحة 5 عندنا الـ principle رقم 4 اللي هو الـ justice، العدالة. وهذا موضوع العدالة هو موضوع يعني كبير جدا، لكنه ما يتعلق in our profession، في مهنتنا، هي المقصود بالعدالة في توزيع العمل مع كل الناس. ما تميز انه هذا انسان فقير، هذا انسان غني، هذا انسان ابن عائلة، هذا انسان ابن عائلة متواضعة، هذا انسان وراء جماعة يحموه، هذا انسان وراء جماعة هالمشاكل، هذا وراء جماعة ما مو من هالمشاكل، ماكو داعي نسوي له علاج. لا، انما you have to provide your treatment to all persons equally. So justice and fairness, justice is usually characterized as being fair, but it demands consideration of broader social issues of equity and distribution of services. The principle of justice is concerned with providing individuals or groups with what it's owed, due to, or deserved. Some view of justice as duty for healthcare providers. The obvious problem في صفحة رقم 6 in this approach is that some mechanism or criteria must determine who is equal on and who is not equal or unequal. هنا هي النقطة المهمة. أنت قاعد ضمن مؤسسة صحية حكومية مثلا، عليك أن أنت متعاقد مع هاي المؤسسة أنه تؤدي خدماتك وتعرض ما تستطيع من علاجات لهذول للمرضى اللي يجولك. أكو كثير من الحالات نبات واحد قاعد بعيادة حكومية، متوفر التخدير، متوفر النيدل، متوفر الحشوات، لكن يجي له بيشنت وما يشتغل له. والله أنا ما عندي مزاج أشتغل لك هاليوم، أو ما أريد أشتغل لك. ويجي له شخص مثلا عرف، أو يجي شخص ذو نفوذ، أو يجي شخص من عائلة تسوي له مشاكل، يؤدي له الخدمة، بل يؤدي له الخدمة بأعلى ما يمكن من الـ perfection of the work. هذا هو المقصود بالجستس، انه انت you have to provide your treatment to all persons attending to your clinic، بالذات اذا كنت انت متعاقد مع مؤسسه، كان تكون مؤسسه حكوميه او شركه اهليه تقدم خدماتها للمواطنين، انت عليك ان تؤدي هاي الخدمه equally for all patients attending to you. In fact, all people are equal in receiving medical treatment. هاي هي الحقيقة اللي ما ممكن واحد يشذ عنها. All people are equal in receiving medical treatment. من هذا ينسحب موضوع إلى موضوع آخر مهم. احنا من قررنا انه أنا لازم أكون عادل في إعطائي للعلاجات لكل الناس ضمن المؤسسة دا أشتغل بيها. قد تواجهك مشاكل أحيانا، إنه يجي لك patient with HIV diseases or hepatitis, TB persons, any other high chronic diseases, acute chronic diseases. Do you have the right to refuse doing treatment for such patient? حقيقة it is unethical to refuse doing treatment for such patient، وإنما واجبك، يحتم عليك واجبك ضمن هاي المؤسسة، ضمن هاي الإدارة، يحتم عليك أن تؤدي الخدمة for these patients. وبالتالي إذا تجيك هيك حالات لا بأس، أحيانا قد تضطر تأجيلهم postponing them to another appointment، لا بأس هذا الإجراء، لكن أنه ترفض على أساس أنه هذا مصاب بهذا المرض، لا، it is considered as unethical conduct.
من هذا نسمع أحيانا كثير بالبلدان الغربية بالذات تصير، وعدنا إلى حد إلى يعني إلى درجة محدودة في بلداننا الشرقية والعربية، عندنا charitable services، المنظمات الخيرية. المنظمات الخيرية هاي الغير ربحية اللي تؤدي خدماتها بدون مقابل، أو قد تؤدي خدماتها بمقابل ضئيل جدا، بس مجرد يسدون بعض الاحتياجات الضرورية. لذلك نشوف أنه هاي المنظمات الخيرية وهاي المنظمات الغير ربحية اللي تؤدي الخدمات الطبية لمجموعة كبيرة من الناس، هو هذا سببها، مبدأها هي العدالة في توزيع الخدمات الطبية للمواطنين. العدالة في توزيع الخدمات الطبية للمواطنين وللناس in general. وكما هو واضح في صفحة 7، many dentists and dental hygienists provide charitable services on a regular basis, either in a private practice office or through participation in a community-based service clinic because of the recognition of their obligation to serve society. الدافع أنه يعتبرون أو يؤمنون أنه هم ملزمين بخدمة المجتمعات. وهذا يذكرنا بمبدأ أو بنظرية أخلاقية أخذناها سابقا بالمحاضرة القبل الأخيرة أو محاضرة رقم 2، هي اليوتيليتارينزم، النفعية الكبرى، نظرية النفع، المنفعة الأكبر أو المنفعة الكبرى، اللي هي لها مصطلح آخر complementarity. It is a term that is defined as doing the greatest good for the greatest number of persons. إنه أنت عليك أن تؤدي ما هو أفضل لأكبر عدد ممكن من الناس. This term is closely aligned with justice and the good stewardship of resources. الـ principle رقم 5 اللي هو موجود في صفحة 9 هو الـ veracity. Veracity which means truth أو الصدق. Veracity is defined as being honest and telling the truth and is related to the principle of autonomy. أنت من تحترم الناس لازم تكون واضح وتتكلم بصدق معهم، ماكو شيء تخاف من عنده أنه تدلي مع هذول، مع الـ patient. وبالذات هو الـ patient هو صاحب حاجة، الـ patient هو من دا يجي لك هو عنده حاجة يريدك أنت تقضيها إلها، تسوي له إياها، تقضي له شغلته ومصلحته ويدير ويتشوي يروح الـ patient. So it is the basis of the trust relationship established between the patient and the health care provider. فنرجع الآن شوفوا هسه الـ veracity has a close relation with autonomy. مع احترام الناس أنت لازم تصدق معهم. So كما هو موضح في صفحة 10، lying to a patient does not respect the autonomy. يتقاطع مع ذاتية المراجع وشخصية المراجع. So does not respect the autonomy of the patient and can compromise any future relationship of the patient may have with the healthcare providers. Because relationships are built on trust, lying even little or white liars easily erodes the trust. حتى لو أنت تكذب كذب البيضة نسميها إحنا، فهذا أيضا مرفوض بالتعامل الطبي مع البيشنت. مثل ما تصير أحيانا يقول له لا أسوي لك سنون مثل السنون المذيعين وأحلى من عندهم، وهي بالأخير أنت تعرف قدراتك
امكانياتك انه ما حتسوي هالبرودكشن هذا، او انت تعرف ضمنا انه هذول اسلوب المذيعين الكلش البياض الناصع جدا اللي ما يتلائم ويا عمر بيشنت عمره 60 او 70 سنه، هو لا يليق به. فبالتالي انت ماكو داعي تتبنى هاي الكذب، حتى وان كان تسميها تطعمها انت، نطعمها احنا بنوع اخر انه نسميها كذبه بيضاء. لا، ماكو كذبه بيضاء، الكذب هو كذب، اسود ابيض احمر هو كذب. So the benevolent deception is the name given to the practice of withholding information from a patient because of the clinician's belief that the information may harm the individual. هذا الكذب البيضاء، هو هذا benevolent deception، هو الكذب الأبيض اللي هو عبارة عن withholding the truth. أنت تظهر جانب من الحقيقة، مو كل الحقيقة تظهرها. هذا إذا تكملة الجانب الآخر الحقيقة ضروري إنه يظهر للبيشنت، ضروري إنه يتوضح للمراجع مآلات هذا العلاج. يعني مثلا ممكن واحد، كلنا إحنا نقدر نسوي فيكست بريدجز، لكن هل كلنا إحنا نسويها تكنيكالي رايت؟ هنا هي السؤال المهم. أنت حتسوي له بريدج سيراميك وحلو وشكله حلو، لكن يجوز بالفينيشينج بوردر، الفينيشينج لاين اوف يور بريباريشن از ال فيتد. هو صح اول يومين ثلاثه شكل هذا البريدج حلو وقاعد حلو، لكن انت بالحقيقه اكو جانب من الحقيقه هملته، جانب من البروسيجر ما وضحت للبيشنت انه يو ار نوت دوينج ا جود فينيشينج لاين اوف يور بريباريشن. So veracity, التكملة أيضا في صفحة 10, is what binds the patient and the clinician as they seek to establish a mutual treatment goals. Patients are expected to be truthful about their medical history, treatment expectation, and other relevant facts. في صفحة 11, ولذلك clinicians اللي يمارسون البراكتس in their own clinic or in the national sectors for their part must be truthful about the diagnosis, التشخيص, treatment options, benefits and disadvantages of each treatment option. Cost, ضروري توضح تكاليف العلاجات مع البيشنت. And the longevity afforded by the various treatment options. إيش قد يقاوم هذا longevity, duration of these treatment. How it lasts, for how many years it lasts. This allows the patient to use their autonomy and to make the decision in their own best interest. ومن هذا دائما اكو جزء من how to start the treatment procedure لازم يبدي by informed consent. اقصد بال informed consent هو الاقرار، انه المراجع او البيشنت يقر لك ويسمح لك بان تبدا مع العلاج. وهذا الاقرار بالذات، هذا الاقرار احنا حقيقة عندنا هنا بالعراق ما نستعمله، انه written consent. يكتب المراجع، انت عندك فت فورما بالعيادة انه يا فلان ابن فلان انا حسوي لك فلان علاج، حسوي لك مثلا قلع اسنان متعدد، وراها حسوي لك جسر ثابت، او مثلا جسر ثابت، هذا الجسر الثابت اهل قد عدد الاسنان. كل شيء يتوضح هذا in a written paper ويوقع عليها المراجع. الحقيقة هذا احنا بالعراق قليل جدا جدا نتعامل به، لكن نشوف هذا الكونسنت وين موجود؟ في العمليات، في صالات العمليات التخدير العام. نشوف انه طبيب التخدير والستاف مالته يوقعوا، يخلون المراجع يوقع على اقرار باجراء العملية. هذا البروسيجر is present in all clinic, even the dental clinic, لكن other countries other than Iraq. ليش؟ هذا بعد ما انت توضح للبيشنت الاوبشنز، خيارات العلاج، ويقرر المراجع which procedure he is preferring،
يبدي يوقع لك على الكونسنت. هذا الكونسنت بجانبين. الجانب الأول first it requires that the professional provide the patient with all the relevant information needed to make a decision. كأنه هذا الطبيب أخلى مسؤوليته أنه عرض لك كل الخيارات للعلاج. النقطة الثانية it allows the patient to make the decision on the basis of the information provided. اعتماد ما أنت وضحت له البيشنت وافق ووقع على إقرار إجراء العلاج. هذا الـ informed consent هو مرتبط بيش؟ مرتبط بالفيراسيتي، الثقة اللي تبنيها أنت ما بينك وبين البيشنت، ومعتمد أيضا الأوتونومي، مدى احترامك للبيشنت ومدى إعطائك لصلاحية للبيشنت أن يقرر which type of treatment or which option of treatment he's preferred. وأيضا معتمد على طريقة العرض، طريقة العرض لهاي الخيارات العلاجية لهذا البيشنت. بالحقيقة ممكن أنت تصطدم بحياتك أو تتفاجئ بحياتك المهنية أنه مو كل الناس يقدر يكتب لك الانفورم كونسنت، يكتب لك الإقرار. قد يكون هذا يعني الأقصده مو كل patient يقدر يقر لك بإجراء العلاج. ممكن هذا patient يكون disable من عندهم إعاقات، أو ممكن هذا patient يكون صغير العمر، فمن ينوب عنه؟ ينوب عنه أهله أو من أتى معه إلى الكلينيك. So not all individuals have the ability to make informed decision about their dental health. Children and people who are mentally disabled typically have a parent or a caregiver who assumed that function. So the informed consent, when the patient does not understand because of the language barrier, محتاج translator حتى يوقع له ويفهم هذا طريقة الإقرار. كذلك حينما تكون هناك صعوبة بالتواصل بينك وبين البيشنت، لابد يكون ويا مرافق حتى يوقع عن هذا البيشنت الإقرار بإجراء العلاج. الآن وقع لك أو وافق لك البيشنت، إحنا معظم العلاجات نسويها بالعيادة هي موافقات شفوية من المراجع، يوافق يتم الاتفاق وتبدي وياه بالعلاج. أكو شيء مهم جدا تربط تؤكد العلاقة بينك وبين البيشنت، هي السرية في المعلومات. هاي نقطة مهمة جدا جدا بالعلاقة بينك وبين البيشنت. قلنا أول شيء يعتمد على احترامك للبيشنت، ثانيا طريقة العرض وعدالة العرض، ثم الصدق في العلاج. These three principles are bordered محاطة and framed by another principle we can mention it, which is confidentiality or privacy. السرية والخصوصية للبيشنت، إنه أنت المعلومات اللي انذكرت ما بينك وبين البيشنت، ما اللي أفصحها إليك البيشنت، لازم أن تحاط بسرية تامة، بسرية تامة من قبلك أنت أولا، ومن قبلك أنت ثانيا، ومن قبل الستاف اللي معك. أحيانا بعض هاي السريات تليكس أوف، تتسرب، وهذا خطأ في علاقتك ما بينك وبين البيشنت. So confidentiality is related to the respect for the persons and involves the patient exercising his or her autonomy in providing information to the dental professional. Confidentiality is a critical aspect of trust. هي وجه آخر من الصدق والثقة ما بينك وبين البيشنت. And has a long history of use in healthcare.
The requirement for confidentiality is mentioned in all codes of ethics as well as the Hippocratic Oath. So, trust is necessary for the exchange of personal and intimate information from the patient to the clinician. A patient has the right of privacy concerning his or her medical or dental history. لازم هاي المعلومات الصحية تكون محاطة بسرية تامة ما بينك وبين البيشنت وما بين من تطيل الصلاحية انه يحتفظ بفايلات البيشنت وملفات البيشنت انه تكون هاي سرية جدا ما يتم اختراقها. لكن هناك حالات من الممكن انه تخترق هاي الانفورميشن او السرية ما بينك وبين البيشنت. على سبيل المثال conflicts اختلافات او اضطرابات ممكن تصير and exceptions واستثناءات will arise surrounding the principle of confidentiality in certain situation. شوكت هاي يتم اختراقها او شوكت من حقك ان تفصح عنها. عندنا نحكي ان هناك استثناءات وهناك تضاربات من الممكن على الدنتال ستاف انه يعرض او يفصح عن هاي السرية. مثلا يصير تبليغات قانونية legal requirements تحتم عليك انه تفصح عن بعض هاي السرية المعلومات السرية بينك وبين البيشنت. Reporting of certain diseases او ممكن تشوف بيشنت عنده مرض يأثر على public health. Sexual transmitted diseases, reporting suspected. مثلا يجيك بيشنت عنده كورونا الآن هسه الوباء الشائع patient وانت يصير عندك suspicion او يصير عندك suspected diagnosis in this patient has a corona. من الحق القانوني انه تبلغ عنه لأجل حتى تمنع ضرر اكبر عن المجتمع. بالخارج عندهم child abuse العنف الموجه ضد الأطفال. احيانا الطبيب يكتشف هناك مظاهر او اثار عنف ضد هاي الاطفال violence فلذلك يضطر من حقه انه يبلغ او اذا اجاله توجهات قانونية ممكن يفصح عن هاي الحقائق. So انت لك صلاحية انه تفصح عن هاي السرية والمعلومات الميديكال هيستوري اوف يور بيشنت في 5 حالات وهاي ما مذكوره في صفحه رقم 16 انه انت تكسر الكونفيدنشياليتي وذ يور بيشنت ان ذيس 5 كيسز. كونسنت من دا يعطي اقرار. اكلينيشن ماي ريليز كونفيدنشيال انفورميشن وذ ذا كونسنت اوف ذا بيشنت اور ا ليجالي اوثورايزد surrogate decision maker. مثلا تتكلم مع أهله مع من يتمنوه هذا البيشنت من حقك أنه تفصح عن بعض الميديكال هيستوري أو سريات البيشنت. court order من يتم استدعائك إلى محكمة بأمر يتعلق بهذا البيشنت. continuing treatment تحول هذا البيشنت الى طبيب اخر فتنقل ملف الريسبكت العفو تنقل ملف الكونفيدنشياليتي تو ذا اذر ميديكال ستاف او الى الطبيب الاخر. اكو قضيه تتعلق بالقانون قضيه قانونيه قد ما تتعلق بالمحكمه لكن صار تضطر تفصح عن بعض او عن حاله المراجع في قضية قانونية معينة مو شرط انه هو استدعوه المحكمة وعليها قضية وانما قضية قانونية
تتعلق بهذا البيشنت، من الممكن تعزز الموقف أو تضعف الموقف، فعليك أن تعرض الحالة المرضية للبيشنت. النقطة المهمة الأخرى، إذا كان هذا ممكن يهدد المجتمع، communicate a threat. وهذا حقيقة communicate a threat يشكل تهديد، بها قصة اللي هي تارازوفس كيس. كان سابقا تشكيل التهديد بالذات في الولايات المتحدة الأمريكا الشمالية، تشكيل التهديد يعتبروه نوع من الconfidentiality، لا يتم فصحه ولا يجوز للطبيب أنه يظهر شيء يتعلق بهذا المراجع ما يفصح عنه للمجتمع. لكن قضية تارازوف هو عبارة عن طالب هندي الأصل، درس في جامعة كاليفورنيا، حبل وحدة وهاي الوحدة تركته، فدخل في حالة ديبرشن وبدأ يراجع أطباء نفسانيين، وقرر هذا الطالب الهندي اللي هو اسمه بادورا، قرر انه to plan to kill her، انه يقتل هاي صديقته السابقة. فاعترف بهذا الشيء للطبيب النفساني. الطبيب النفساني للاعتقاد السابق انه اي ثرت المفروض ما يتم الاعلان عنه، باعتبار it is a part of confidentiality of the patient. وبالذات هذا الطالب دس تهديد إلى صديقته السابقة، لكن فشل هذا التهديد وتم إلقاء القبض عليه، وتم إلقاء القبض أيضا على الطبيب النفساني اللي هذا الطالب اعترف له، أنه قال له أنا بدي أسوي خطة حتى أقتلها، باعتبار أنه هذا الإجراء سبب تهديد للمجتمع. لكن الطبيب اعتبرها نوع من أنواع الكونفيدنشياليتي، خصوصية المراجع، لذلك ما أفصح عن هذا عن هاي الحقيقة، وتم محاكمة الطالب، وبعدين أفرج عنه شرط أنه يغادر إلى الهند. فلذلك دخل أنه communicating to a threat قد يؤدي، إذا كانت تؤدي حالة المراجع أنه يشكل تهديد عن المجتمع، هنا من حق الطبيب أن يفصح عن هاي الحالة ويعطيها للجهات القانونية حتى يتجنب المشاكل أو يقلل المضار على المجتمع. وبالنهاية لابد أن تحاط العلاقة بيننا وبين المراجع بوصف جدا لطيف، هو الباترناليزم، علاقة أبوية، علاقة عائلية، إنه أنت you have to act with your patient as a father or a parent. هذا يعتبر جزء من dentist responsibility to determine and to provide your health care to the patients. Paternalism, كما هو في صفحة 18, is closely related to the principle of non-maleficence and beneficence and arises from Hippocratic tradition of writings. The responsibility of dentist and dental hygienist is to educate the patient about the balance of benefits and risks of treatment, which often creates a conflict between the autonomy and beneficence. من الممكن هاي العلاقة الأبوية قد يكون بها نوع من التضاربات، لأنه أنت تريد توضح للبيشنت كل الخيارات، فقد يتضارب مع مصالح الاقتصادية، قد يتضارب مع خلق البيشنت، أكو بيشنت ما عنده خلق للعلاجات الطويلة. فأنت المهم عليك أنه تعرض كل خيارات التريتمنت to your patient. شكرا جزيلا وبارك الله بكم، والله يوفقكم وإن شاء الله النجاح والتخرج.